أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. ثم ذكر الله عز وجل الحكم، ثم قال الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية واردة في ماذا؟ هذه الآية أيها الإخوة واردة في إباحة التجارة في الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن لماذا قال ليس عليكم جناح ولم يقل وابتغوا من فضل الله في الحج؟ لأنه سلمكم الله كانت أسواق العرب قائمة، كانت أسواق العرب مجنة وعكاظ وغيرها كانت قائمة، بل مواسم التجارة عند العرب هي في الحج، قبل الحج وبعد الحج. مواسم التجارة عند العرب قبل الحج إلى يوم 8 موزعة على أيام، وبعد الحج كذلك، فكانوا يقيمون فيها البيع والشراء ويتنافسون فيها بأبيات الشعر والقصائد وذكر آبائهم وأجدادهم وغير ذلك. فكأن المسلمون هنا تحرجوا من أن يخالطوا الكفار في أسواقهم، وهم أتوا للحج، هم يريدون وجه الله، فكيف يغشون أسواق الكافرين، أسواق المشركين؟ لكن الله عز وجل بحكمته وبعظيم شرعه أباح لهم البيع والشراء. لماذا؟ لئلا يكون المسلمون في ضعف من أمرهم ويعني مالهم وتزودهم، فيكون للكافرين عليهم منة وفضل، فأباح التجارة بالحج ليتزودوا فيها وليكون لهم عزة وقوة ووجود في التجارة. وهذه الآية الدالة على مشروعية التجارة في الإسلام، لاحظوا، مع أنها في آيات الحج، إلا أنها دالة على مشروعية التجارة من حيث أن الله تعالى شرع التجارة في وقت فريضة، وقت فريضة، وقت أداء فرائض، وقت الحج، وإن كان ليس في أيام الحج نفسها لكن قبلها وبعدها. فدل ذلك على مشروعية التجارة في الإسلام، لتكون للمسلمين قوة واقتصاد. هذا من رعاية الله للبلد المسلم أو للأمة المسلمة، للدولة المسلمة. ألسنا قلنا كثيرا أن هذه السورة في إعداد الأمة وتقويتها وتمكينها وإعدادها؟ هذا من إعدادها. فالله عز وجل قال أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولهذا أخذ بعض العلماء من هذه جواز أن الإنسان إذا ذهب الحج أن يتاجر، وأخذوا منه أنهم يجوز للإنسان أن يعقد الحج عن غيره ويأخذ على ذلك دراهم، اللي هو الحج بالإنابة، لكن حرموا على من قصد بحجه المال. من كان قصده بالحج ذاته المال فلا يجوز له أن يأخذ هذا المال. لكن لو قال: والله أنا حاج لكن هذه السنة لن أحج عن نفسي، سأغتنم هناك فضائل الأيام والأوقات بالذكر والطاعة وأخذ الحج عن غيري، أحج عن غيري. قال الله عز وجل بعد ذلك: فإذا أفضتم من عرفات. لماذا لم يذكر عرفات أصلا؟ قال: فإذا أفضتم، يعني رجعتم. الإفاضة هي يعني الذهاب أو الانطلاق بكثرة وسعة، وهذا واضح في إفاضة الحج
سيلان الماء بكثرة وسعة. لماذا لم يذكر عرفة؟ لأن السياق كما قلت لكم في إبطال ما كان عليه الجاهلية، وأما ما كان أصله مستقرا في على الحج الذي كان عليه إبراهيم فلم يذكره الله تعالى هنا، فلذلك لم يذكر عرفة مع أن عرفة هي الحج، الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقرأ يقول أين عرفة؟ لماذا لم يذكرها الله؟ ذكرها الله عز وجل، أقرها على ما كانت عليه إبراهيم، وإنما ذكر فإذا أفضتم عرفات. لماذا؟ لأن المشركين لم يكونوا يفيضون من عرفات، كانوا يفيضون من مزدلفة، لأنهم كانوا كما يسمون أنفسهم بالحمس، كانوا يخصون أنفسهم بغيرهم العرب، يقولون نحن لا نخرج بالحرم، نحن أهل الحرم نبقى في أدنى الحرم في مزدلفة، أما غيرنا فيخرج. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، فقال الله هنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي هذه أيها الإخوة في هذه الآية الجملة عدة أحكام ودلالات، منها وجوب الإفاضة من عرفة في نهاية بعد زوال الشمس، لها دلالة عليها، لأنه قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام إنما يجوز الإفاضة إليه بعد غروب الشمس، لأن ذكر الله تعالى فيه ما يشرع من الذكر. لماذا قال الله عرفات ولم يقل عرفة؟ فإذا أفضتم من عرفات، للدلالة على المكان لا على اليوم، للدلالة على المكان لا على اليوم، كأن هذا إشارة إلى الاسم الأصلي في عرفات، عرف أنه عرفات، وإنما سمي عرفات لأمرين ذكرهما بعضهم وهي روايات، لأن جبريل عرف فيها إبراهيم بمواضع الحج، ولما أتى عرفة قال عرفت الآن؟ قال عرفت. وقيل أن، وهذه رواية ضعيفة، أن آدم عرف حواء في عرفة، وعلى كل حال هذه روايات الله تعالى أعلم بصحتها، الأول أصح وأظهر لعلاقته بإبراهيم. فعرفة متعلق باليوم، يوم عرفة، وعرفات متعلق بالمكان، متعلق بالمكان وهو الأرض، وهذا يدل على أن الوقوف يشمل عرفات كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفة كلها موقف. قال الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة هنا وليس المسجد، وهذا يؤكد على أن المشعر الحرام كله موقف لدلالة المشعر الحرام. وذكر الله تعالى فيه ليس الوقوف والمبيت وإنما الذكر، الإشارة إلى أن هذا ذكر مما عطله أهل الجاهلية، كانوا يأتون المزدلفة فلا يذكرون الله، فقال الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فتصريح بذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الفجر ذكر الله حتى يسفر النهار قبل أن تطلع الشمس، ولهذا قال واذكروه كما هداكم، كما هداكم لماذا؟ كما هداكم للأصل الحج الذي كان عليه إبراهيم، وأبطل ما أحدثه هؤلاء المشركون فجرده لكم. والله إنها نعمة عظيمة أن الله تعالى بيّن الحق وبيّن الحج وجرده مما أحدثه هؤلاء فيه وبيّنه على ما كان عليه إبراهيم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الإفاضة هنا المقصود بها معنيان، قيل أن المقصود هنا الإفاضة هي الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، فدل ذلك على الإفاضة على الإفاضتين جميعا. وإنما قال هنا أفيضوا من حيث أفاض الناس للدلالة على الإفاضة. ما المقصود بالناس هنا؟ قيل المقصود بالناس الأمم السابقة ومنهم إبراهيم عليه السلام، كأنه قال أفيضوا من عرفات كما أفاض إبراهيم،
فهو تعريض و يعني إشعار بما أحدثه هؤلاء المشركون. فهذا ما ذكره بعض المفسرين، وهذا الظاهر والله أعلم أن الآية تشمل الإفاضتين جميعا، كأن الله تعالى يقول أفيضوا كما كان عليه إبراهيم واتركوا ما كان ما أحدثه هؤلاء المشركون واستغفروا الله. ولهذا قال استغفروا الله، ما دلالتها؟ كأنها إشارة للخطأ الذي أحدثه هؤلاء المشركون في الحج، فكأنه إشعار لهم إلى أن يستغفروا الله ويتوبوا إليهم ما أحدثوه ويكونوا على ما كان عليه إبراهيم، والله تعالى أعلم. وفي هذه الآية دليل على ماذا؟ في قوله استغفروا الله، على مشروعية الاستغفار بعد العبادة، على مشروعية الاستغفار بعد العبادة لمظنة النقص فيها، ولأمر آخر ما هو؟ نعم، ضرط العجب وإنفاء العجب من النفس بأني أديت هذه العبادة وأكملتها. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يفخر بعد الحج بمظاهر تدل على فخره بأنه حج وما يتعلق بذلك، يعني وإن كان بعض في غير بلادنا كثير يحتفون بالحج ويضعون له احتفال. لماذا؟ لأن الحج عندهم صعب، من يأتي الحج إلا بعد سنين من العمر وبعد أن يجمع ما يجمع من الدراهم. يعني هذا المظهر ليس مشروعا حقيقة، حيث أنه فيه أمران، حيث كأن فيه عجب لهذا الشخص أنه أدى هذه العبادة، وأيضا إقامة هذا الاجتماع والاحتفال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل إن الله غفور رحيم، ثم قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم يعني انتهى الحج، وهذا يدل في قضية قضيتم مناسككم على جميع مناسك الحج بعد ذلك. ما هي الباقية؟ ما هي المناسك الباقية بعد الإفاضة من مزدلفة؟ أيام العيد وما فيه من أعمال الحج، أيام العيد وما فيه من أيام الحج، أيام العيد وما فيه من الحج ذكرها الله في سورة الحج في قوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فإن الذبح في أيام العيد هو أعظم شعائر ذلك اليوم وأعظم النسك، فذكره الله في آية في سورة الحج لإقامته على التوحيد. ثم قال الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. ما مناسبة قوله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى؟ يعني كان المشركون بعد الحج يقيمون الأسواق فيذكرون آباءهم بالأشعار والثناء والتفاخر وغير ذلك، خلاص انتهى ذكر الله عندهم بعد الحج انتهى، فيقيمون الأسواق لذلك. فقال الله عز وجل فاذكروا الله بعد الحج، وهذا من فيه مشروعية الدوام على ذكر الله، وأن الإنسان لا ينقطع عمله حتى بعد أداء الفريضة وأداء النسك، ينبغي أن يتابع الحسنة بالحسنة. وهذا بعد ذلك قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مما يؤكد ذلك. فهذه الآية دليل على متابعة الحسنة بالحسنة وإقامة ذكر الله بعد العبادة بكل ما فيه ذكر لله عز وجل. قال أو أشد ذكرى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، يعني كأن الله تعالى يقول ينبغي أن تذكروا الله عز وجل هنا ولا تذكروا آباءكم، لأن الله تفضل عليكم بإقامة الحج ويسره لكم، أليس الأولى أن تذكروه؟ وهذا مثل قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فكأن الله تعالى يقول الأولى بكم أن تقيموا هنا ذكر الله لا تقيموا ذكر آبائكم. ما علاقة الآباء بالحج والتفاخر فيها؟ ثم ذكر الله تعالى حال الناس بعد الحج إشارة لحال المؤمنين وحال الكافرين. حال الكافرين بعد الحج ماذا يقولون؟ كانوا يقولون يا ربنا أرزقنا أمطرنا، أرزقنا غنما، أرزقنا مالا، أرزقنا كذا وكذا من أمور الدنيا، هذا بعد الحج، هذا شكر الله. أما المؤمنون
قال الله عز وجل عنهم بعد قال قال عن الكافرين فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا ارزقنا مالا غنما زرعا إلى غير ذلك وما له في الآخرة من نصيب. يعني الآخرة ليس هي همه وليس هي طلبه. وهذا نأخذ منه أيها الأخوة فائدة عظيمة أن الإنسان إذا كان همه بدعائه فقط يرزق مالا ويرزق ولدا يرزق كذا ولا يدعو للآخرة هذا يشابه المشركين. فإن المشركون يدعون الله لكنهم لا يدعون الله إلا في أمور دنياهم. فمن شابه هؤلاء فقد شابه المشركين من هذا الوجه يعني تعريضا بالذم وليس هو محرم وإنما تعريضا بالذم. كيف تنسى آخرتك وهي أعظم؟ فالأولى والأكمل والإنسان أن يدعو في الحالين جميعا وهو حال المؤمنين الذين قال الله فيهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآية أو هذا الدعاء إخوان الكرام يجهله كثير من الناس في معناه مع فضيلته وعظمه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله في أفضل مكان في الطواف بين الركنين. يعني شرع ذكر هذا الدعاء بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود لفضيلته ولأنه يجمع خير الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ ذلك سلمكم الله إلى أن قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة تفيد سلمكم الله كل حسنة في الدنيا كل أمر حسن. ما هي الأمور الحسنة في الدنيا؟ ذكر بعض السلف هنا أنواع: الزوجة الهنيئة والمال الوفير والولد الصالح والبيت الواسع. السلف عددوا. فقولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل أمر تحسن فيه حياتك. ألست تريد أن تحسن حياتك كلها في مالك وزوجك وولدك وبيتك وعملك؟ اجمعها في هذا الدعاء. ولذلك أنس لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء. وهذا مشروع أن يختم الإنسان دعاءه بهذا الدعاء. ونأخذه من هذه الآية لأن الله خاتم بها الحج فيشرع في ختام كل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمع الله تعالى في هذا الدعاء خير الدنيا بالحسنة وجمع حسنات الأخرى. ما هي؟ النعيم في الجنة ورضى الله ورؤية وجهه والحور العين والجنات والدرجات العلى كلها داخلة في قوله حسنة. ثم قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا. هؤلاء المشركون لهم نصيب بالدنيا وهؤلاء المؤمنون لهم نصيبهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله والله السريع الحساب. ثم ختم الله تعالى الآيات بقوله قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات. الإشارة هنا لأحكام ماذا؟ انظروا يعني ترتيب الآيات على وفق يعني الحج. أي أيام التشريق، إشارة إلى أيام التشريق. قال الله واذكروا الله في أيام معدودات، وذكر الله تعالى أنها أيام معدودات الإشارة إلى أنها قليلة، فينبغي أن تستثمروها. ولاحظوا الحكمة الإلهية يا إخواني في أيام التشريق. أيام التشريق ليس فيها عمل كثير، أليس كذلك؟ ليس فيها بعد يوم العيد إلا الرمي والمبيت ثم طواف الوداع. يعني يوم العيد الذي هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر يقضي فيه المسلم أربع نسك، يقضي فيه رمي جمرة العقبة فقط وذبح نسكه إن كان متمتعا أو قارنا، أما المفرد فليس عليه هدي، ثم حلق رأسه أو تقصيره، ثم طواف الحج والسعي. طواف الحج وهو الركن والسعي أيضا وهو الركن على الصحيح للمتمتع والقارن والمفرد. ويسقط سعي الحج هنا للمتمتع والقارن إن طاف قبل في طواف القدوم، والمفرد لو طاف طواف القدوم أيضا يسقط عنه عفوا.
بالنسبة للمفرد والقارن يسقط عنه السعي الحج إذا طاف مع القدوم، أما المتمتع على الصحيح فعليه سعيان، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن عليه سعي واحد، ولكن غالب ما عليه علماؤنا وجمهور العلماء بأن عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج. أما القارن فيسقط عليه سعي الحج إذا سعى في عمرته، لأنه قارن بين الحج والعمرة. وكذلك المفرد إذا جاء بطواف القدوم والحج، المفرد ليس عليه طواف قدوم وليس عليه سعي، لكن لو جاء أفرد ثم جاء للبيت وطاف وسعى فهذا السعي يسقط عنه سعي الحج، أما الطواف فلا يسقطه عنه. هذا يوم العيد، لكن أيام التشريق ليس فيها إلا عمل واحد وهو رمي الجمار، وفيها أيضا المبيت. لماذا لم يكن فيها أعمال؟ لكي يتفرغ المسلم لذكر الله عز وجل، ولهذا وجب ذكر الله عند رمي الجمرات. فإذا قال أراد أن يرمي الجمرة يجب أن يقول الله أكبر، لأن المقصود هنا ليس رمي الجمرة، وإنما مقصود تكبير أو مقصود إقامة ذكر الله عز وجل. فقولك الله أكبر هنا إقامة لذكر الله عز وجل. ثم يشرع بعد رمي الجمار الطواف، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا شرع يشرع الدعاء بعد رمي الجمرة؟ لماذا؟ لأنه عقب رمي الجمار في اليوم الثاني عشر والثالث عشر، أو في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما في اليوم العاشر لا يشرع الوقوف. لماذا؟ لأن أعمال الحج كثيرة، أعمال الحج في ذلك اليوم كثيرة، والحاج قد أتى من مزدلفة وهو مرهق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الدعاء بعد رمي الجمرة، رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه وقت مزدحم بالأعمال. فانظروا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، أراد أن يخفف عليهم، لكن أيام التشريق ما عندهم شيء، ليس عندهم عمل، فشرع الدعاء الطويل بعد رمي الجمرة الأولى ورمي الجمرة الثانية، ولم يشرعه في الثالثة لأنه انتهى هنا وهو عازم في الذهاب. فما أعظم حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير على أمته. فأقول إخواني الكرام، هذه الحكمة يغفل عنها كثير من الناس، وهي في هذه الأيام إقامة ذكر الله عز وجل. وذكر الله يشمل الصلاة والدعاء والذكر والتسبيح والتكبير، ولهذا يشرع التكبير هنا. التكبير هنا التكبير المطلق، وقوله فاذكروا الله يشير هناك في التكبير المقيد الذي يبتدئ بعد صلاة الفجر يومي من يوم عرفة. فذكر في الآيات أشير إليها، أشير في الآيات إلى الذكر المقيد في قوله واذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، مما التمسه بعض العلماء. وأما قوله واذكروا الله في أيام معدودات فهو الذكر المطلق، والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين، وهذا إشارة إلى رحمة من رحمة الله وتخفيفه بالتعجل. وقال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب هنا سؤال، لماذا قال الله في التأخر ومن تأخر فلا إثم عليه، مع أنه قد أتى بكمال، قد أتى بكمال، أتى بكمال بكمال الحج. أما قوله فلا إثم عليه في الأولى يعني أن حجه تام، هذا واضح. قوله في الأولى فلا إثم عليه أي أن حجه تام، لا تثريب عليه، ولا يأتي في باله والله أنا ما جلست ربما ينقص أجري ولا يتم، فقال الله فلا إثم عليه. وفي هذه الآية دليل على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع هذا الأجر من هذه الآية بقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هو تعجل فقال الله فلا إثم عليه.
ومن تأخر فلا إثم عليه. فهذه الجملة في الحالين دالتين دالين على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من مغفرة الذنوب من مغفرة الذنوب بتمام الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه. هذا مما يلتمس من الآية. المعنى الثاني في قوله ومن تأخر فلا إثم عليه معناته فمن تأخر اليوم الثالث عشر، لأنه من بقي في يوم التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر لابد أن يخرج قبل الغروب، فإن بقي بعد الغروب يلزمه البقاء لليوم الثالث عشر يوما واحد. فمن تأخر فلا إثم عليه. طيب إذا تأخر قرر فلا إثم عليه، لماذا لم يقل ومن تأخر فله أجر؟ وإفادة تعجل نأخذ منها أفضلية التأخر، وهي أن التعجل هنا الأصل فيه التأخر، فقال الله فمن أراد التعجل، فلفظ التعجل هنا ما قال فمن تقدم ومن تأخر، قال فمن تعجل، فالتعبير بالتعجل بدل التقدم نأخذ منه أفضلية التأخر، أفضلية التأخر لأن فيه زيادة أجر. لكن قوله من تأخر فلا إثم عليه يفيد أيضا المعنى الثاني أيها الإخوة، أنه ربما بقي الإنسان لحاجة من حاجات دنياه، ولاحظوا ربما الإنسان يتأخر لا لأداء النسك ورمي الجمار، وإنما يتأخر ليزداد قوتا ويتزود أو يذهب للأسواق أو غير ذلك، وهذا هو الواقع في كثير من الناس من يتأخر لأجل هذا. فربما هذا فيه يعني يشعر الإنسان أنه والله الآن انشغل بالتجارة انشغل بالبيع والشراء ووقع في نفسه حرج، هل نقص حجه بهذا الانشغال أم لا؟ لأن كان من عمل الجاهلية إقامة الأسواق بعد الحج مباشرة، يعني بعد اليومين هم ما عندهم ثالث. تأخر هذا التأخر لم يكن من عملهم، وإنما هو من تشريع الإسلام تخفيفا على هذه الأمة، لكي قد يكون الإنسان متعب بعد الحج، قد يكون الإنسان ليس عنده زاد في يتزود، قد يكون الإنسان لم يؤدي نسكه أو بقي شيء عليه من النسك، انظروا حكمة التأخير هنا. قد يكون الإنسان يريد الكمال، يريد التزود بالأعمال الصالحة فيتأخر. فقوله فلا إثم عليه لمن تأخر يريد التجارة أو تأخر يريد التزود من الدنيا، فهذا معنى لطيف في هذه الآية والله أعلم. قال الله عز وجل لمن اتقى، يعني لمن اتقى الله عز وجل في هذه الآيات، واتقى الله في بقائه ولم يأتي محذورا خشية أن يقع فيما كان عليه أهل الجاهلية من المضاهات والتفاخر بالآباء وغير ذلك. قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والله ما أعظم هذا الختام، قال واتقوا الله ربطا ونظما للتقوى بما ذكره في الأحكام كلها، لكن قوله واعلموا أنكم إليه تحشرون ختام عظيم بعد الحج، وهو أن الحج فيه حشر للناس وفيه تجرد من المخيط، تذكير بأحوال الآخرة فيه ظاهرة، فيه ظاهرة مظاهر الآخرة والقيامة فيه ظاهرة، ولذلك من أحكامه ومن مقاصده التذكير بذلك اليوم. أرأيتم سورة الحج بماذا افتتحت؟ سورة الحج افتتحت بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، كأن الله تعالى يقول أنتم الآن استعدوا لذلك اليوم الذي تحشرون فيه، فذكر الله تعالى فيها آية الحج لأنها مذكرة بيوم الآخرة والحشر. رأيتم هذا السر العظيم في آيات الحج افتتاحها بذكر يوم القيامة، فهنا ذكر الله تعالى قال واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تذكروا بهذا الحج الذي كنتم فيه مقصدا عظيما، وهو يوم قدومكم على ربكم متجردون من ملابسكم ومما أنتم فيه، قادمون بأعمالكم، وأنتم في هذا الحج أتيتم مجردين تتجردون من مخيطكم لتزدادوا من أعمالكم،
فتذكروا ذلك. فهذا المعنى العظيم أيها الإخوة يجب أن يتذكره الإنسان في حجه. قال البقاعي كلام جميل، قال: ولما كان الحج حشرا في الدنيا والانصراف منه يشبه انصراف أهل الموقف بعد الحج عن الدنيا فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السعير، ذكرهم الله تعالى بقوله: واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال الحرالي: وكلية الحج ومناسكه ومطابقة في الاعتبار لأمر يوم الحج وموافقة من خروج الحج من وطنه متزودا كخروج الميت من الدنيا متزودا بزاد العمل، ووصوله إلى الميقات ووصوله إلى الميقات وإهلاله بالحج وإهلاله متجردا كانبعاثه من القبر متعريا، وتلبيته في حجه كتلبيته في حشره مهطعين إلى الداع، وكذلك اعتباره موطنا إلى غاية الإفاضة والحلول بحرم الله في الآخرة التي هي الجنة، والشرب من ماء زمزم التي هي آية نزول الله لأهل الجنة على وجوه الاعتبار يطالعها أهل الفهم واليقين. فلأجل ذلك أتم ختام أحكام الحج بذكر الحشر. تأملوا أيها الإخوة، أختم بهذه المسألة المهمة. ورد ذكر الذكر والتقوى في الحج متكررا ظاهرا، أولا فيه تركيز على روح العبادة ومقصدها الأول وتكراره لتستحضره النفوس في هذه العبادة، لئلا يكون قصدها هو المظهر، أداء فقط، رمي الجمرة، الطواف، السعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقيم الطواف والسعي ورمي الجمار والسعي بين الحج والمروة، قال: لإقامة ذكر الله تعالى. فيجب يا إخواني أن يستشعر المسلم في حجه هذا المقصد العظيم في الحج، وهو إقامة ذكر الله، فيعظم الله في قلبه ويقيم الله ويذكر الله في لسانه وحاله وقلبه وأعماله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.